مرحبا تروي، ماذا تشاهد؟ أوه، ألاحظ ذلك. السباق الكبير اليوم بين جيري وتايلر سيتم بثه على التلفاز. حسنا، لن أزعجك إذن. واو، إنهما فعلا يتنافسان للفوز. يبدو أن جيري لديه الفرصة للاستحواذ على السباق. أوه لا يا رفاق، هل أنتم بخير؟ ماذا عنك جيري؟ أوه لا، ماذا يمكننا أن نفعل؟ تروي، هل رأيت ما حدث؟ هل هناك ما يمكننا فعله للمساعدة؟ هل أنت ذاهب للمخزن لإحضار مركبة جديدة للمساعدة؟ فكرة رائعة تروي. مرحبا تيدي، لديك ألعاب جميلة هنا، انصت لي. تروي يحتاج مساعدتك في مركبة جديدة، هل يمكنك النزول إليه؟ تيدي، جيري تعرض لحادث في ميدان السباق، هل يمكنك مساعدتنا في تجميع مركبة جديدة لمساعدته؟ ممتاز، لنبدأ العمل. إذن أي مركبة يمكنها مساعدة جيري؟ ربما هذا؟ لا؟ ما رأيك بهذه إذن؟ ولا هذه أيضاً؟ لقد وجدناها! شاحنة الجري ستكون مناسبة جداً! تروي، لنعد إلى المحطة ونقم بتجميع شاحنة الجر. شكرا لمساعدتك لنا تيدي. حسنا تروي، لنقم بتفريغ الحاوية وتجميع صديقنا الجديد. انظر، إننا على وشك الانتهاء. مرحبا يا شاحنة الجر، يسعدنا مقابلتك. ما اسمك؟ توم. أهلا بك في مدينة السيارات توم. تروي، توم شاحنة جر، يمكنه جر المركبات إلى مرأبه وإصلاحها. توم، هناك حادث في ميدان السباق، هل يمكنك مساعدتنا؟ هذا مذهل. تروي، يمكنك متابعة ما يجري من شاشتك هنا. أوه ممتاز، لقد وصل توم لمساعدة جيري. أنت الآن في أيدٍ أمينة جيري، فقط استرخي قليلاً وستعود للسباق قريباً جداً.
شكرا جزيلا لمساعدتك لجيري تروي. والآن لدينا ميكانيكي في مدينة السيارات أيضا. وداعا جميعا، نراكم لاحقا. القطار تروي. مرحبا تروي، إنه يوم ممتع للتنزه، أليس كذلك؟ تروي، بن يبدو مستاء، لنرى ما السبب. ماذا هناك بن؟ حسنا، بن لا يستطيع حصد المحاصيل بنفسه. تفكير رائع، لننطلق إلى المخزن في مدينة السيارات ونبحث عن مركبة جديدة يمكنها فعل ذلك. انتظر بن، سنعود سريعا ومعنا المساعدة. حسنا، هيا لنقابل صديقنا الجديد. أي مركبة يمكنها جمع المحاصيل؟ المدحلة البخارية؟ الجرافة؟ آلة الحصاد؟ فكرة رائعة! آلة الحصاد هي ما يحتاجه بن لجمع المحاصيل. الصندوق في طريقه إلينا. لنعد الآن إلى المزرعة ونقم ببناء آلة الحصاد. تروي، لنقم ببناء آلة الحصاد الآن. لنقم بإنزال القطع أولاً. حسناً، إنه جاهز تقريباً. مرحبا يا آلة الحصاد، ما اسمك؟ هارفي، اسم جميل. أهلا بك في مدينة السيارات هارفي. هارفي، لدينا مهمة لك. هذه مزرعة صديقنا بن، إنه يحتاج مساعدتك في جمع محاصيله. هل يمكنك مساعدته؟ هيا بنا هارفي. كنا متأكدين أنه يمكنك فعلها. واو، هذا مدهش، انظروا كم هو سريع. أحسنت عملاً! الآن نريد أن نقوم بإرسال المحاصيل إلى المخزن. بن سيقوم بإرسال المحاصيل إلى البلدة الآن. لنقم بتحميلهم على العربة.
رائع هارفي، شكراً لمساعدتك لنا اليوم، ودعني تروي، نراك في المرة القادمة. مرحباً كاري، مشغولة اليوم؟ تقومين بتوزيع الورود على الأمهات في مدينة السيارات؟ مذهل. تروي، كيري تحتاج مساعدتك. ماذا حدث كيري؟ عربتك كانت مثقلة بالورود وتسبب ذلك في بسط إطارك. أنت محق تروي، يجب أن ننطلق إلى المخزن للبحث عن مركبة لمساعدتنا. مرحبا تيدي. تروي هنا، هل يمكنك النزول لمعرفة ماذا يريد؟ لقد انبسط إطار كيري ولا يمكنها تسليم الورود للأمهات في عيد الأم. هل يمكنك مساعدتنا؟ شاحنة مسطحة؟ هذا مذهل. شكراً تيدي. تروي، لنقم بإنزال قطع المركبة حالاً. مرحباً أيتها الشاحنة المسطحة، ما اسمك؟ فلافي؟ حسناً فلافي، لدينا مهمة كبيرة لك. لقد انبسط إطار كيري ولا يمكنها تسليم الورود إلى الأمهات. هل يمكنك المساعدة؟ ممتاز. ها هي فلافي، إنها هنا لمساعدتك. فلافي ستقوم بمساعدتك لتتمكني من تسليم الورود.
ماذا سنفعل الآن فلافي؟ افتح الباب كيري، فلافي تريد أن تأخذ الورود. ممتاز، فلافي ستقوم بوضع الورود على سطحها. لا تقلقي كيري، فلافي ستقوم بحملك أيضا على سطحها. ما أجمل الورود! فلافي، ألن تنزلق الورود للأسفل عندما تخفضين سطحك لكيري؟ استعدي كيري! واو فلافي، هيا بنا! شكرا لمساعدة كيري فلافي. عيد أم سعيد. شكرا تروي، نراك في المرة القادمة. وداعا أصدقائي. القطار تروي. إنه يوم جميل للتنزه، أليس كذلك تروي؟ عزيزي تروي، الطريق خطر جداً للقيادة. يبدو أن ستيف وبيلي لم يتمكنا بعد من تجهيزه بسبب نفاذ الأسمنت. هل بإمكان أي منكما خلط الأسمنت؟ أنت محق تروي، نحتاج أن نذهب إلى مدينة السيارات ونطلب مساعدة أحد الأصدقاء. لا تقلقا بيلي وستيف، سنعود سريعاً. حسناً تروي، لنذهب للبحث عن صديق جديد يمكنه خلط الأسمنت. انظر إلى هذه الصناديق تروي، في داخلها قطع لبناء عربات جديدة. أي العربات يمكنها عمل الأسمنت؟ سيارة السباق؟ شاحنة الجر؟ خلاط الأسمنت؟ فكرة جيدة، خلاط الأسمنت هو ما نحتاجه فعلاً. إنه في طريقه إليك تروي. دعنا نعود للطريق لنغلق كل التصدعات. حسناً تروي، لنقوم بتجميعه الآن، لكن نحتاج أن ننزل القطع أولاً. واو، أوشكنا على الانتهاء. مرحباً يا خلاط الأسمنت، سعيدون بمقابلتك. ما اسمك؟ كريستوفر؟ أهلاً بك في مدينة السيارات كريستوفر. تروي، كريستوفر يستعمل خلاطه لعمل الأسمنت. كريستوفر، نحتاج مساعدتك، لقد نفد الأسمنت لدينا ونحتاج المزيد للانتهاء من الطريق. هل يمكنك عمل بعض الأسمنت لنا؟ حسناً كريستوفر، هل يمكنك مساعدة بيلي وستيف لتجهيز الطريق؟
واو، هذا مدهش. الآن على ستيف أن يقوم بتسوية الطريق فقط. أحسنتم جميعاً، الطريق يبدو رائعاً. شكراً لمساعدتك كريستوفر، نراك لاحقاً. وداعاً أصدقائي، نراكم في المرة القادمة. القطار تروي. مرحباً تروي، إنه يوم جميل أليس كذلك؟ أوه تروي، يبدو وكأن هناك أزمة مرورية خانقة. هذه السيارة لا يمكنها أن تتحرك، ماذا سنفعل الآن؟ فكرة جيدة تروي، دعنا نذهب مباشرة إلى مدينة السيارات للحصول على بعض المساعدة. هل أنت متشوق لمقابلة صديق جديد؟ أيهما سيساعدنا في تخفيف الأزمة المرورية تروي؟ أوه، تعتقد أن شاحنة الجري يمكنه فعل ذلك؟ دعنا نأخذه إلى المحطة ونقوم بفحص ذلك. واو تروي، أرنا ذكاءك إذن. حسناً، دعنا نذهب. دعنا نقوم بإنزال القطع أولاً. هذا رائع تروي. ماذا ينقصنا تروي؟ بالتأكيد سنحتاج لذلك. مرحبا يا شاحنة الجر، كيف حالك؟ ما اسمك؟ توم؟ حسنا، يسعدنا رؤيتك توم، وأهلا بك في مدينة السيارات. تروي، وظيفة توم هو جر وإصلاح السيارات. توم هو بالضبط ما نحتاجه الآن. توم، دعنا نخفف الأزمة المرورية الآن. هل تستطيع تحريك ليلي توم؟ إنها تعاني من كسر وتغلق الطريق. عظيم، كنت متأكدة أنك ستفعلها توم.
مرحباً ليلي، لا أسف للوقت السيء الذي مررت به. توم سيقوم بجرك وإصلاحك. حسناً توم، الآن قم بمساندة ليلي وشبكها بصنارتك. هذا رائع توم. الآن هيا بنا إلى المرآب ودعاً ليلي، تبدين أفضل الآن. شكراً مجدداً توم. وداعاً أصدقائي، نراكم في المرة القادمة. بابا.